نعرف حضرتك قريب من الشاعر الراحل جبار رشيد الله يرحمه. شنو السبب ما شفناك بالمهرجان ولا شفنا من نشر الشاعر عباس عبد الحسن بيوم الاجتماع على المهرجان؟ ما شفناك موجود، شنو السبب؟ نقدر نعرف؟ هسه هذا ما بيه، وهل يسأل بهذا السؤال علي الفريداوي؟ اي نحب التوضيح. يعني ليش انت اقرب الناس الجبار رشيد الله يرحمه، تمام؟ شنو السبب هذا وجع اللي فوق ما الوجع. دعيت استاذ علي؟ لانه انت هذا يسأل من دبر الأمر ليلا، مو يسأل علي. وعلي مو أقرب أيضا من ميثم، احنا ثلاثي. أنا ما وأيضا أتكلم عن شاعر أستاذ أيضا ميثم أثير، بالضبط أستاذ أثير حبيبي. أنا ما أتكلم عن شاعر راح، هسه أنت من جبت طار جبار، أنا كل شيء بيختل. أنا أتحدث عن أخ خسرته راح من بيتي. أنا مو بحالة أسوي مهرجان أو أطلع أو أكتب قصيدة أو بمهرجان رثاء أطبق الورقة بكل، ما أقدر أعبر اللي كاتبها للهجاء للرثاء وأحكي قصيدة رثاء في مهرجان الهجاء أسس. يعني لا تخلونا ننفجر. مرحوم جبار رشيد إلى الآن أنا ما متعلم أقول مرحوم، إلى الآن أقول جبار الله يذكره بالخير. فهذا الموضوع لا مو انا اللي اسال عنه، يسالون من كتبت بعض الابيات ما اريد احكيها لان تزعل هواي ناس. مال القمقم؟ لكن لا غيرها. بسكته واستعجال. عموما احنا انا العزاء، انا كنت اتلقى عزاء جبار رشيد وماكو مهرجان يكون يوم السادس، لا هو يوم السابع للراحل أخويا وحبيبي الباقي إن شاء الله جبار رشيد، ولا هو الأربعين. الاستعجال ليش كان؟ هذا يسألون هم عنه. بالضبط. أنا ليش ما كنت؟ هو أنا أدرب روح وين كنت بهاي الأيام؟ أنا عندي القدرة أن أوقف سادس يوم وأنا رايح لأخ أقرأ على منصة إلا أنا، يعني ما أعرف. يعني شنو تحس بيها؟ أنه مبالغ الموضوع شان من عندهم مهرجان؟ هذا لا رايدين اعلان مثلا، محتاجين اعلان، الاسماء اللي قرت هاي. انت جريء وبطل وسالتنا اسئله عن جاوبته، جيبهم واسالهم. انا لا اسال بمهرجان لماذا لم ادعى به، انا ما اسال هذا السؤال لان انا مو لا يجوز مكشوف مثلا عند يجوز مثلا اللي يجوز هم يقولونه. لا انا علي. انا ما مرفوع عن الحجاب. ابو حسين يجوز انه داعيك، داعينك وانت ما لبيت الدعوه، ف شلون وضح يعني. يجوز مثلا اوجه لك دعوه عباس عبد الحسن او غيره. هذا يجوز، انت اول واحد تدري بيه كان ما يجوز. لا انا ما اعرف. لا كل الزين تعرف، كل الزين تعرف. طيب اكو مشكله بينك وبينهم؟ ما عندي هسه تكرر اسم عباس. منو قال هو المسؤول كان عباس؟ طيب مو الاجتماع كان بيت عباس يعني؟ ايش عليه البيت بوقتها؟ يمكن كانوا قالوا ابو الفضل كان مريض الرجل، ولهذا اجتمعوا هم ببيته لان ما يقدرون. هذا كله ما يهمني. تخيل يا اخوي يا حبيبي يا اثير، انا فاقد واحد من بيتي. أنا أبوي إلى الآن راح يدري من البرنامج إنه جبار راح. أنا قلت له جبار ما مات. الله. أنا قلت له جبار ما مات يا أثير. جبار أخاف خسارة عليه. خسارة كبيرة. جبار بالنسبة لي، بالنسبة لي مو شاعر أنا صادفته بالصدفة وأروح، وحتى لو داعيني ما كنت أقدر أحضر صدقني. وحتى بالمهرجان اللي بعد 40 يوم سويناه أنا كنت منهار. أنا مصدوم. علي كتبت له شيء؟ نعم بس ما أريد أقرأ، ما أقدر، ما أقدر يا أخي. أكو أشياء كل البشرية قدها ممكن، وأكو أشياء هي فوقنا، ولهذا الله وجد بينا الشعور ولا شعور. أحسنت، وأنا أحييك على إحساسك. ما أشكرك علي، لأنه هذا الإحساس بداخلنا كنا، ولكن أنت تختلف أكيد علاقتك
بس أي إنسان قريب عليك إحنا حد الآن عايشين الصدمة يعني ما ندري من تفكنا الصدمة إيش راح نسوي إيش راح نبكي نقول والله صحيح. يعني أنا أكو أماكن بطلت أتواجد بيها لأن ذكرى موجود وياك كان بيها الله يرحمه والعمر إلك أستاذ علي.